رجعت لحضراتكم، ما زلنا مستمرين مع الأستاذة الدكتورة جولسون صالح، أستاذ الصحة العامة والتغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية. دكتورة، احنا كنا في الفقرة الأولى غطينا من سن 2 لـ6 سنين. الولد بقى اللي داخل المدرسة من أولى ابتدائي لغاية مثلا ما يوصل 5 ابتدائي كده، أولا إيه أساسيات غذائه اللي لازم ياخدها في البيت الصبح وبعد كده في المدرسة على فرض انه هيرجع يتغدى؟ فانا عاوز اغطي الفترة دي لان الامهات بيحتاروا وبيحتاروا في البدائل. صحيح، اتفضلي. هو حضرتك طبعا زي ما قلنا في الفقرة اللي قبل كده، احنا نعمل يعني نستخدم الاكل، انا من المؤمنين جدا بالتغذية الفرعونية الحقيقة. ايوه، دي افضل جايد لاينز، افضل تغذية في العالم هي النمط الغذائي الفرعوني. النمط الفرعوني، الفرعوني تمام، اشرحه بقى. وهي هي بردية، يعني هي بردية لقوها. ايوه، كان بينصح ابنه، تعرف حضرتك هما دايما كانت البرديات في صوره نصايح للابن يعني. ايوه، كان ولقمان كان نوبي يعني، كان أيوة من عندنا. ايوه فكان بيقول له يا بني اكثر من تناول الخضروات والفاكهه وكل الحنطه والشعير، يعني الحبوب الكامله، القمح كامل بقشرته. واعصر الزيتون واصطاد السمك من النهر ولا تلوثه. أيوة، ولا تقتل الحيوان فانه للحرث، ومش ياكل لحمه كتير، الافراط في اللحمه مش حلو قوي. وكل عسل المصفى، واصطاد السمك من النهر ولا تلوث مائه. دي افضل جايد لاينز، يعني احنا الطفل هناكله حبوب كامله، تمام، هنديله 5 وحدات خضار وفاكهه، لازم كل يوم ياخد 5 خضار. 5 وحدات خضار ليه بقى؟ لان الـ5 وحدات خضار وفاكهه بالوان مختلفه، يعني دايما نقول كلر يور بليت، لون طبق، علشان مغذيات الدقيقه. لان كل لون المعادن والفيتامينات فهو السن ده، عشان بيبقى هي المعادن والفيتامينات هي عباره عن كاتاليست، يعني بتساعد في التمثيل الغذائي للجسم. فلما انا اديله حاجات ملونه انا بضمن ان التمثيل الغذائي بتاع ابني هيكون سليم. فلازم احرص ان ياخد 5 وحدات خضار وفاكهه في اليوم ايا كان الشكل بقى. لازم هياخد بروتين لان ده سن بيكبر، بيبني جسمه واحتياجاته للبروتين عالية. بس في نقطة مهمة جدا، احتياجاته بالبروتين بالنسبة لوزنه. أيوة، ليه؟ لأن الأم المصرية دايما عندها الاعتقاد أن البروتين هو الصحة. أيوة، هاجس. فبنفرط جدا في البروتين. يعني المقولة الشهيرة كل كوكو وسيب السلطة. طفل اللي هو من 2 لـ5 ده، لا، احنا لازم نعوده أن هو لازم ياخد من كل حاجة، مش البروتين بس، ومقنناته بالنسبة لوزنه. يعني ما ينفعش أن أنا دي ربع فرخة مثلا لطفل وزنه 15 كيلو، كتير عليه قوي. ربع فرخه كتير. طبعا لا، 15 هو لسه ياخد بيض وهياخد لبن وهياخد جبنه وهياخد وول جرينز، هياخد حبوب كامله، كل دي مصادر بروتين. فانا لازم احسب بروتين بالنسبه للوزن، احتياجاته. يعني ببساطه كده، يعني الطفل مثلا وزنه 15 20 كيلو، احتياجاته لو بيعمل رياضه هنقول 2 جرام 1.5 ل 2 جرام بروتين لكل كيلو. بس هو وزنه 20، يبقى التوتال كام؟ 40. الاب احتياجاته 0.8، يعني 0.8 من 10 لكل كيلو، لكل كيلو. بس الاب وزنه 80 كيلو، يبقى فمحتاج 60 جرام. 60 جرام، يبقى مقوله ان هو محتاج بروتين اكتر من الاب او من الام. لا طبعا، الام لو في سن ريبرودكتيف ايج احتياجاتها، او مرضع، دي حاجه ثانيه. مرضع، حامل، احنا بنقول للبالغ احتياجاته للبروتين اعلى بالنسبه لوزنه، بالنسبه للرياضه بتاعته، بيعمل رياضه ولا ما بيعملش رياضه. بس برضه لازم نقول للناس ان البروتين اللي بناكله ده، او البروتينات اللي بناكلها، ما هياش بروتين صافي. يعني الربع فرخه مش بوزن الربع فرخه بروتين. طبعا، لا طبعا ليها حسبه. لا بس هو هياخد ربع فرخه، هياخد بيض، هياخد لبن، يعني لازم اوزع احتياجات البروتين الحاجات التانية. وفي بروتين نباتي اكيد برضه، هياكل فول، هياكل البليله، هياكل بليله، هياكل اي عدس مثلا، هياكل كشري في عدس، وجبه هايله يعني. فيبقى هناخد البروتين مهم جدا طبعا عشان النمو. والحقيقه انا بحب افرق بقى ما قبل البلوغ، ان الولد والبنت، يعني البنت لازم نهتم بمصادر الحديد والكالسيوم عندها. أيوة، لان بنفاجئ البنات بعد كده في سن الانجاب عندهم انيميا عند الحمل. طب وانا هظبط الانيميا ازاي؟ وبعد كده يجي لهم بقى هشاشه عظام بدري. وممكن يجي لها نزيف في الولاده عشان الانيميا، ممكن يجي لها حضرتك عارف، ممكن الستانت، ممكن لوبر سويت، يعني بسبب الانيميا، او ان الطفل يبقى انيميك المولود، الطفل يتولد ناقص الوزن. فاحنا لازم نجهز البنت، لان الفتره دي ما قبل البلوغ، وهتدخل في السايكل انها تفقد اثناء الدوره الشهريه. ايوه، فلازم اجهزها ما قبل البلوغ، ان املا لها المخزون بتاعها من الحديد والكالسيوم. طيب، عشان بس الكلام ايه مهم جدا، وطالبينه مني في الفيسبوك يعملوا سندوتشات ايه، واللانش بوكس يبقى شكله ايه، ويحتوي على ايه؟
طيب اول حاجه هنحط له حاجات ملونه سهله الاكل. حلو. يعني لازم يعني هو السن ده بيبقى عفريت شويه. فعايز ياخد حاجه مثلا ممكن نقطع الجزر سلايدز طويله كده يقرشها بسرعه، هو ما عندوش وقت. ايوه ايوه. ممكن نحط له وحدات فاكهه تتقطع برضو وتتحط في اللانش بوكس، يبقى كده اخد خضار وفاكهه. تمام. طيب الساندويتش على حسب، لازم احترم رغبه الطفل. يعني ما فيش حاجه اسمها لا انت هتاكل ده، لا طبعا لازم يحترم ما هو رغبه. مش هياكله. يعني نشركه في الاختيار. هيضحك عليك ومش هياكله ويديه لاي حد. نشركه في الاختيار. طبعا مش محبب خالص اللحوم المصنعه للاطفال ولا للكبار، علشان الاي 250 نايت رايتس. اللانشون بقى والحاجات اللي يفضل يبتعد عنها. نديله بقى فرصه، نديله بروتين هو محتاجها. يعني ممكن نعمل جبنه بيضاء. ايوه. ممكن هو بيحب الجبن الصفراء نديله جبنه صفراء، هو مش مشكله يعني. بس لازم احترم رغبته. ممكن بيحب نعمل البيض بطريقه ما يتفرفتش منها في العيش، يعني ممكن نعمل اوملات بالجبنه مثلا. والله حضرتك برضو كاستاذ التغذيه قولي لنا ايه العيش اللي يصمد بالحشو اللي جواه لغايه الفسحه؟ انا بعمل الساندوتش 7 الصبح ممكن ياكله على الساعه 12 او الساعه 11، اغلب العيش الموجود بينهار، احط فيه شويه فول خلاص الواد هيلموه من جوه اللانش بوكس ازاي؟ انا متحيزين للعيش البلدي الحقيقه. جميل. يا ريت جدا. يا ريت. اولا بيبقى بيستحمل، بس هو برضه بقى طري ما بيسووهوش بالكامل، بيبقى طالع كده ابيض خالص، برضه مش هيستحمل. ما حضرتك هو على حسب الحشو اللي فيه. يعني انا لو حطيته مثلا سلايس جبنه، ما انا بقول الكلام ده ليه؟ لان ده اللي بيخليهم يستعملوا اللانشون والحاجات دي. لانها بتمسك نفسها، انما لو حطت حلاوه طحنيه ولا فول ولا مربى ولا حاجه، كل ده بعد شويه مع العيش هيبقى كفته. ممكن تعمله زي رول اون، يعني تلف تبرم. تبرمه. تبرمه. والسن ده بنسميه الفينجر فود، ان هو بيبقى عايز يمسك حاجه في ايده ياكلها يجري. أيوه. مش عايز. وهو بيلعب. وهو بيلعب. تمام. فممكن تعمله ممكن زي الكراب كده، تعمل زي الكراب وتحطه تلف فيه وتلف. يعني هو طبعا هو مش تخصصي انا قوي الحته دي، بس يعني انا كأم بقى خبره. كأم وجدة. طبعا يعني ممكن الولاد هو في السن ده فعلا نقول لها لفي له ساندويتش كوري، يعني ياكله. يعني لو لفيته رول يصمت شويه. هيصمت شويه. ممكن تحط له سلايس جبنه. الحاجات الجبن الصفراء اللي هي في صوره شرايح هتقعد معاه. ايه في الجبنه البروسيسد المثلثات ديت بكل انواعها بقى؟ البروسيست بقى دي بروسيست برضو، يعني هي مصنعة. مش هنقدر نقول ان هي زي في خطورة اللحوم المصنعة. بس هي جبنة. احنا اتربينا كلنا على الجبنة النستو بتاعت زمان. ايوه بالظبط. حضرتك فلا طبعا هي بالذات الاطفال مثلا بيبقى احتياجاتهم للدهون اعلى، عشان طبعا الجهاز العصبي المركزي بتاعهم بيتكون مخهم بيتكون، فهم احتياجاتهم للدهون اكتر مننا بكتير. فهم ممكن ياكلوا جبن صفرا اكتر مننا، احنا مش حلو قوي لينا الجبن الصفرا. انما هم لا طبعا هم عايزين فاتي اسيدز، ف احماض دهنيه. احماض دهنيه فاحتياجاتهم بعدين بيجروا فبيحرقوا، يعني احنا ما بنحرقش. فممكن ياخد تعمل ساندويتش ده. لو مش بيحب الساندويتش ما تعمل له كيكايه، تعمل كيكه معينه بتكون قليله الدهون مثلا وقليله السكر بس فيها بيض ولبن كتير. فممكن طب حجم الاكل اللي ياخده معاه، لانه برضه هيرجع يتغدى، فاحنا برضه مش عايزينه يرجع فول. نفسه مسدوده ومليان بطنه معدته مليانه فما يتغداش. فانت بتقترحي كميه قد ايه اللي تتاخد؟ لا حضرتك على فرض انه ما خدش الصبح غير شويه اللبن وحته الكيك الرفيعه اللي وصفتيها لنا. لا هو حضرتك احنا بنحسب احتياجات كل سن على حسب الوزن، لان طبعا زي ما حضرتك عارف السن ده بنحسب له احتياجاته بالكيلوجرام، يعني مش بالايج. يعني طبعا في جايد لاينز للايج، بس هو الافضل ان احنا نحسب له احتياجاته على حسب الفيزيكال اكتيفيتي بتاعه. طيب. فبنقسم احتياجاته السعرات الحراريه لثلاث وجبات واثنين سناكس. اثنين تصبيره. وجبات بينيه يعني حاجه في النص. فممكن مثلا هي هتحط له، لو حطيت له فاكهه وحطيت له خضار وحطيت له ساندويتش زي ما قلنا كده وحطيت او حطيت له قطعه كيك، خلاص هو هياكله في الفسحه. يعني وحدتين خضار وفاكهه من ضمن الخمسه بتوع اليوم. ومعاهم ساندويتش. ومعاهم ساندويتش. انت معتبره ده كفايه لغايه ما يروح يتغدى. يتغدى. تمام. الاهم بقى ننبه على الطفل، لان هم عاده من خوفهم من الام ده اللي بيحصل برضو لما بنرجع من الاسترجاع الغذائي، ان هو مش ما كانش الساندوتش بياكله وهو مروح في البيت. فيجي خلاص يجي شبعان. فاحنا لازم نفهمه ان دي امتى هتاكلها، يعني او هو مروح بيجيب حاجات من السوبر ماركت او من كانتين المدرسه. لا ده انا اسالك على الكانتين ده، ده لازم نسال عليه ده. وايه اللي يتاخد منه وايه اللي ما يتاخدش، وبنطالب المدارس يحطوا ايه في الكانتين. احنا عايزين نقول يعني المفروض السن ده المياه الغازيه ممنوعه. والمقرمشات الملح، لان احنا عندنا برضو مشكله ضغط بقى بيظهر مبكر جدا.
فالمقرمشات المملحه دي لازم بتعلي كميه الملح في الاكل. احنا استهلاكنا يعني هو منظمه الصحه العالميه بتنصح من 4 ل 5 جرام بير دي بكلورو يعني ممكن ملح. ممكن احنا بنستهلك 17. لو مثلا طلبوا نصيحتك في كانتين مدرسه تنصحيهم يبيعوا ايه؟ وعايزين يكسبوا وعايزين برضو الاولاد يقبلوا. طيب هو بيبيع حاجات في اكياس اللي انت عارفاها وبيجيب بيتزا ويقطعها ويدي حته سلايس من البيتزا، ايه تاني احنا ممكن ننصحهم بيه ويبقى مفيد للاولاد ويشتروه برضو؟ انا شفت تجربه رائده الحقيقه ومدرسه عجبتني جدا، هم مشركين الاطفال في الكانتين. اها يعني عاملينها زي شركه مساهمه كده ويقفوا يعملوا للاولاد، يقفوا يعملوا تحت اشراف المدرسين او بيعملوا اكل فريش وبيعملوا حاجات هيلسي. يعني ممكن يدوا له شويه سلطه. بيدوا له سلطه وبيدوا له عصير، بيعملوا عصير وبيشركوا الولاد. والولاد كمان بتبتدي يبقى عندها مخ ان هي ايوه بيجهز مساهمة. بنفسه ليه بيعمل دوت وايه فايدته. وبعدين الميزه ان الطفل بيختار الحاجه اللي هو بيحبها فيقدم لزمايله الحاجه اللي هو بيحبها. فهما بيعملوا المانع الكانتين يبيع موزه ويبيع تفاحه بالظبط حضرتك بدل الكيس الحاجات او عصير الفريش. حتى لو عصير 100% بيور، يعني لو في علبه وخايفين من الفريش والكونتامينيشن وكده ممكن نعمل عصير 100% عصير يعني. فممكن يبقى عصاير، ممكن تبقى خضار وفاكهه، ممكن تبقى حلويات هيلسي، يعني ممكن اعمل مثلا رز بلبن او مهلبيه او حاجه، يبقى هو اخذ حصته من اللبن وفي علب تحت اشراف المدرسه. حته كيك يا ستي هم محضرينها، هم عاملينها او كاستر او جيلي. وفي كيكات بالموز وفي كيكه مش عارف بالكاكاو وفي كيكه بالمش عارف ايه. يعني كل ما بعدنا عن الحاجات المحفوظه اولا طبعا، لان الحاجات المحفوظه فيها مونوسوديوم جلوتاميت وده بيعمل ديجنريشن للمخ. ويتحضر فريش في الكانتين الصبح بالظبط، الاولاد يلاقوه ريحته طالعه جميله كده يقبلوا عليه. أو حتى لو هيعمل ساندويتش عشان نتغلب على مشكله العيش اللي بيتفتفت، هياخد الولد ملفوف وتحت اشراف المدرسه في النظافه وهياخد الساندويتش من المدرسه تحت اشراف. انا فاكر والله في ثانوي كنا سندوتشات فلافل كانت في مدرستي، كان في سندوتشات فلافل كنا بنقبل عليها جدا. والله احنا كان عارفه الساندوتش كان بكام؟ قرشين صافي. والفلافل جميله ده بروتين وخضره ودهون، يعني اكل عبقري. ممكن نعمل فول وطعميه في الساندوتش، وهو لو هياخدها مش هتتفتفت. بتبقى فريش وحلوه وتحت اشراف المدرسه دي كانت تجربه رائده جدا. وكانت المدرسه دي كانت خاليه من المياه الغازيه، كانت يعني ادوبتت الفكره بتاعت هيلثي فود. قصه عايزه شويه تفكير، شويه وعي، شويه وعي ودايما اشراك الشخص المهم جدا، الطفل. الطفل نفسه يعني احنا عندنا امبوزنج، يعني احنا بنفرض على الطفل كل ده لازم هتاكل ده، عمره ما هي. كل ما اشركنا الطفل في اختياراته بس بعد ما نعرفه قيمه ده وقيمه الطفل ده. نبيه جدا، ولو قلنا له وكلمناه، بس الام ما بقاش عندها وقت تتكلم. لو قلنا له ان مثلا المياه الغازيه دي هتاكل لك في عظمك وهتبرد سنانك ومش هتطول، ونوري له تجربه قدامه ونعمل له تجربه قدامه، مش هيتناولها. انما ان انا بديله امر كده، لا ما تشربش ده واشرب ده، عمره ما السن ده سن الانا. صح. هو بيثبت شخصيته، فلازم نشركه في القرار اكيد. يعني احنا مش عايزين نحول الاكل الى معركه بالظبط، وان احنا نكره الاولاد في الحاجه ولازم تاكل ده وتا كوسه في كوسه. انا فاكر واحنا صغيرين كان في حاجات كده معينه اتعقدنا منها بسبب الاصرار على اكلها. يمكن كان طريقه طبخها ساعتها مش عجبانا، طعمها مش عاجبنا، نغير طريقه الطبخ بدل ما نجبره على حاجه هو مش حاببها. التقديم، الواحد بياكل بعينه ومناخيره الاول، يعني قبل ما يدوق. يعني طريقه التقديم نفسها. صح. بتفرق جدا. وزي ما بقول لحضرتك كده، هو اشراك الطفل في القرار بيفرق جدا يعني. صح. ميرسي جدا دكتوره جولسون، شرفتيني. لا تحت امرك، شرفيني الحقيقه، امتعتينا. والاولاد احنا دلوقتي مطمئنين عليهم، لو نفذنا كل اللي قلتيه باذن الله ما يبقاش في اي امراض او نقص، وان شاء الله يروحوا المدرسه ويتلقوا دروسهم بمنتهى الهمه والنشاط والحماس، والعقل يبقى متغذي ويدونا احسن نتائج ان شاء الله، ويطلعوا شباب وشابات يفرحوا ويملوا البلد إنتاج ويملوا حياتنا فرحة بإذن الله. أنا فقرتي مع الدكتورة جولسون صالح انتهت، لسه حلقتنا مستمرة، معانا ضيوف كمان ومعانا فقرات جميلة، انتظرونا. حريص باستمرار على حضور مؤتمر الأرب هيلث لمتابعة كل ما هو جديد في المجال الطبي، أخص أن المؤتمر كل سنة متجدد وكل سنة فيه شركات
عارضة كتير جديدة بتيجي بتقدم كل ما هو يعني جديد وحديث ومتطور في المجال الطبي على مستوى العالم، مش بس على مستوى المنطقة العربية اللي احنا شغالين فيها. الحقيقة أنا كمان بستفيد من المعرض، من المنتجات الجديدة اللي بتتقدم، سواء كان من الشركات اللي موجودة بقالها فترة طويلة ولها سمعتها في المجال الطبي، أو من الشركات الحديثة اللي لسه ناشئة، سواء كان في شرق آسيا أو في منطقتنا العربية. الميزة الأساسية في معرض زي ده إن هو بيركز على مش مجرد الشركات الكبيرة اللي بتعمل في المجال الطبي وبس، لا، الشركات الصغيرة موجودة متقسم بشكل كويس جدا، الحضور كثيف جدا أحسن من السنوات السابقة. في الشركات نقدر نقول متقسمه حتى ببلاد، بتلاقي قطاعات كل بلد منفصله بذاتها في اماكن معينه، التجهيزات الطبيه، التدريب، تدريب الكوادر. الحقيقه احنا بنحضر معرض من اكتر من 15 سنه، وكل سنه بنشوف زياده عدد العارضين والتكنولوجيا الجديده. المعرض بقى المنصه لكل العارضين بيعرضوا فيها أحدث التكنولوجيات اللي عندهم. بننتهز فرصة المعرض سنوياً عشان نعرض الأجهزة الجديدة والتكنولوجيا الجديدة. بالنسبة للألترا ساوند، احنا عندنا ثلاث أجهزة جديدة بنعرضهم السنة دي في العرب هيلث. الجهاز اللي موجود ورايا خاص بالأطباء الأشعة والأمراض البطنية. أهم حاجة في الألترا ساوند هو نوعية الصورة والكواليتي اللي الدكتور بيقدر يشوفها وهو بيعمل فحص، لأن دي بتساهم طبعاً في دقة التشخيص وسرعة التشخيص. الجهاز الثاني اللي عندنا هو جهاز موجات صوتية أيضا للكشف على السيدات في فترة الحمل وتشخيص الأمراض اللي ممكن تكون موجودة في الجنين في وقت مبكر جدا، لو في احتياج لتدخل جراحي أو تدخل طبي للجنين. الجديد أيضا هو أجهزة الألتراساوند المتنقلة اللي ممكن تكون موجودة في إيد الطبيب، يقدر يكون موجود بها في الرعاية المركزة. أجهزة بتعمل بالبطارية وبحيث الطبيب يقدر في خلال 5 دقائق في وجود حالة حرجة إن هو يشخص لو في أي إصابة داخلية عند المريض بحيث يبقى في تدخل سريع. طبعاً هاي مو زيارتي الأولية للعرب هيلث، كانت زيارتي السابقة من كذا سنة، بس السنة دي لاحظت الفرق في الترتيب والتنظيم، لاحظت فرق حتى في الشركات المساهمة في المعرض بالنسبة حق تخصص الأشعة. طبعاً في الشركات الكبيرة المعروفة واللي عرضت جميع أجهزتها الحديثة، وأيضاً في الشركات الصغيرة اللي بادية في السوق نفس الشيء وعارضة أحدث ما عندها.